ميما جاوك به حتى فيسبوك ودنيا والله شيخة بيه هكا جوي احلى جو. نقصك كان سكايب وفايبر. طب شوية بشوية نولي نعمل لك ميما اي لي والله زابليكاسيون علمني هذوك. بناتي اي أيوة. اسمعني ما حددتش فوتو دو بروفيل، اختار واحدة نعملها لك. اختار لي انت ترى. هاي مش نحط لك تصورك وانت شوفها، ترى شوف اختار. لي 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 نحب تصويرة جديدة اعملها لي بحذا الفور. فور ميمة فورة اي باهي عندك الحق ملي عملها لي بحذا الميكرون باهي يا ميمة. انا ميكرون وانت من الكوجينة ما خرجتش امان. اسمعني تنحط لك تصويرتك اكلي لابسة غوب دو سواغي في عرسامي. لا 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 هذيك عريانة برشا من ما تحطها ليش ويتفرجوا فيا العالم. لا لا هذيك لا 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 هذيك لا لا هاكا حطيتها شوف هي ترى نشوف. لا عريانة برشا ما حاليا شنيا هذي يددو ينقص يهز. الو شكون معايا؟ مومو نكسبتيك يا اخي منين جبت مرو يا سعنتي من لحالة علق عليا يا دت شكونو هو؟ مومو قا هي كسبتيه يا ليه لا ما نكسبتيش يا ميما فيسبوك معموله كيكة. لا لا ما نحبش انا هذه. هات هات التابلت لهنا يقوم معايا الكوجين. قوم خير كوجينتي خير قوم. ما هالروايق هذايا قال لك مومو وناقصني كان مومو انا توا. اوكي كسبتيت لك مومو. لا 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 انت كسبت. اكسبتيت لك. لا لا مانيش باش نكلم. تكلمك هو. ترى شو؟ ترى بالك شي باهي. حتى صغيرتو. اي حليلتو ميما. اي موجدوني. خليها هاك. يا استنى هو عندك دوموند واحد اخر. لا لا هاكا هو ما عادش بكري على عشان وبعته ونشوفوه. قوم معايا قوم معايا. بعد وريني وخذ اخرين. لعل نلقى واحد الشاب من هذاك. قوم 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 الكوجينه قوم. هاي هيا ميمة توا باش تقول لهم يوم مش باش نطيبوا باش من بعديك تحط صورة على فيسبوك. عسلامة مرحبا بكم. اليوم دبارتنا محمص بالدبابش سلطة فقوس مدربل بالبتنجالة وفي السهرية باش نعملوا سلاد دو فخري. اليوم كالعادة ميمة باش تقولنا على المفتحات متاعنا اللي هما سلطة فقوس ومحمص بالدبابش. شنو لازمهم ميم؟ دادو سلطة الفقوس معروف لازمنا فقوس باش نعملوها بالسلطة الخضراء اللي هي الليتشو وباش نعملوها غوفيزيتي شوية باش نوريك كيفاش نعملو طومات سيش معناها طماطم شايحة هكا اللي قلت لك عليها المرة الأخرى في السمش والفينيغريت نتاعنا. اليوم باش نعملو لها توش نتاعنا باش نحطو لها القشرة نتاع القارص والمحمص بالدبابش معروف شويه قديد بصل محمص عدس فول مصري و بالطبيعه المحمص تكون سبيقه والزيت بيان سور نتاعنا اولينا وطماطمنا جوده واللفاح نتاعنا شويه تابل وكرويه ايبيسي سافور شويه فلفل اكحل شويه ملح وتوا ننطلقوا ناخذوا نجرتنا كالعاده نحطوا فيها شويه اولينا زيت ولينا كالعاده سنكيلو ددو باش ما تجيناش مزيته خاطر ما نحبش حاجه تبدا جاريه تبدا مزيته دونك نكيلو ثلاثه مغارف فات نشعلو تعطيني ددو البصل نعطيك وينو هو ها هاكا بعديك ناخذو شويه بصل نحب لها حاجه جاريه بصل عملنا كيكه بصله 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 كهو بصله بابلوس بصله خليها ما اكثرش ما اكثرش نقليوها شويه نقليوها شويه خلطوا عليها الثوم دادو خلطوا عليها الثوم نتاعنا قديش ميمة ثوم؟ شطر مغيرفة نتاع قهوة على ترتوشة المغرفة هيك ريتها دادو شوية ثوم نحطوا القديد نتاعنا دادو ما تجيش حاجة جارية أكثرية الحاجات الجارين نعملوه بشويه قدي القديد من الاول ميما نحطوه حطوه باش يخرج مطعم ويتقلى مع البصل ومع الزيت راي. حطوه يتقلى معاه سهله هي دادو راهي محمص بالدبيب تحطها تركبها الكل على بعضها وتخليها تمشي على رويحتها وقريب شقان الفطر نرميو المحمص شي ما فيه سهله مهله بيه شنو اللي خرداته نحطو الدبابش نتاعنا اللي هو الحمص
كل فول تعفو المصري. تعرفوش يدادو شنو دبيبش انت؟ شنو هو دبيبش؟ تراه قل. اللي هما الحمص والفول المصري نتاعنا والعدس. صحي دادو. كهو ميما. كهو تو تبارك الله عليك. فوالا هذوما سيء ونكمل نحطوا العدس فوالا خليو هذوما وباقي دادو نحطوا عليهم الماء سخون. نزلت لنا شويه هريسه ايبيسي سافور وشويه طماطم جوده ونمرقوه ونخليوها تمشي على ريحتها. شويه هريسه. شويه هريسه. ما نعملوهاش ياسر حاره دادو نحطوا بكير فم تاع قهوه ما اكثرش. هي موزوزه هي تاع زيستيت. فوالا. وشنو الاخر مزيج؟ باش نحطوا شويه فلفل اكحل. شويه فلفل اكحل، شويه ملح، ما نحطوش برشا خاطر حاطين القديد ردوا بالنا. القديد شفيه ميما؟ القديد الحم ويتفوح ويشيح في الشريطه بعد العيد الكبير. معناها القديد نتاعنا ديجا مفوح. بيان سور فيه لفيح، هو ديجا القديد فيه لفيح الكل. نحطوا شويه تابل، شويه فلفل زينه. شويه تابل. شويه فلفل زينه. هذيك فيه شويه تابل وشويه كرويه مع بعضهم يفوحوا. والماء نتاعنا راهو غلي. شويه هاكا ديجا دادو ريتها دو منزلت عليها كيف هاك. نصبوا عليه الماء نتاع البوار نتاعنا فكير. ورشتين ملح. وشويه ملح، استنى نحي باش ما نحرقكش عيش بنتي. خليها تغلي شويه. خاطر الدبابش دادو يحب لهم برشا تيب ويحب لهم برشا ماء. ونخلطوا عليها الطماطم نتاعنا جوده صحيح تقدر حطوها الكل دادو ما غير ما تفرخها. ما يصيرش نحطها الكل ما لازمني المغرفه ميمة. ما تشنيش عاد بنات لبيسه هاك جاتك صحيتك جاتني باللطف هذوكم الكل دادو كملنا منهم. وانا حسيتها من بعد هيك باش نلقاك حاطه حلو كطماطم بالقدامه فيسبوك اليوم دادو حرقتني تحط كلي في كلي في متحف باردو كالصنبيطه. لا لا ميمه هي فازه تكتبها على الفيسبوك في نهارك شو عملت والا كي تحب تقول كلمه لاصحابك. دخلهم في حياتي الخاصه شو عملت. لا بنيتي الشيء هذا ما نحبوش انا هذا نشران الصابون بتاعي عند العباد مانيش مغرومه بالله. هذا نحي هذا ستاتيو ولا شنو؟ نحب كل شيء بيني بين اللي خلقني. الفضايح نتاع العباد يتفرجوا فيا شو عملت وهاني سافرت الفضايح هذوما ما نحبهمش. نسمعهم انا ساعه ساعه. طيب في فطورها تعدي درا شنو العباد يتفرجوا فيها مشات درا شكون جاها الطيب هاك مش تولي كيف هنا توا هنا نعمل لك تصويره. انا نفرز اللي نحب نعديه واللي ما نحبش نعديه. توا هذايا نتاعنا حذر نصبوله نسقيوه بالماء بالقدا بعد هيك نغطيوه ونغطيوه ونخليوه تمشي حتى الشقان فطر. نرميو المحمص نتاعنا سبيقه هكا شطير كاس ما نحطوش برشا باش ما تجيش خاطره برشا. شطير كاس محمص سبيقه وتوا نتعداو لسلايتتنا تاع الفقوس. ناخذوا كالعاده دادو الشقيله نتاعنا نحط لك البلانش عايش بنتي. ايه والسكينه نتاعي وجيب الصحن اللي باش نعملوا فيه السلايطه نتاعنا هذا باش نحطوا نخلطوا فيها. هذا يا سكينتي الزيت نتاعي نبدا بالفقوس مادامها بتاع الفقوس نقصوا كل فقوس جراي. تدو تو جيب لي عادك الصحيفه باش نعملوا الفينيغريت نتاعنا هاك التخليطه العجيبه نتاع السلايط نتاع جيجي نتاع جيجي. هاي حط لي فيها بغرفتين خل دادو هاكا الخل حطيته لك غاديكا. باش نحط بالمغرفه الصغيره هذه ميم؟ لا هذيك صغيره. قداش نحط؟ لا دادو هذيك ما تكيلش. لا لا جيب مغرفه كبيره ما تكيلش هذيك تقعد الغدوه وانت تكيل في بغرفتين خل. هاكا انا صافيلي ميم. لا لا عايش بنتي لا مش هكاك. هاي عايش بنتي هاي. هذيك مغرفة. هاي. هذي فين؟ صحيت.
سيق. وشنو نحط لك فيها؟ طبعا نحطوا فيها كيف كيف شويه اولينا، شويه زيت اولينا، غرفتينا، حطوا اكثر خاطر عندنا بزيت سلاطه خفيفه هي ما تقلقش. نحطوا شويه ملح وشويه فلفل اكحل. غطيها ما انتش قاعده تصلحوني كان ما تغطيش بجهر باش تصلح. هذايا كملنا منها، نحطوا شويه ملح. لفة حاتم تاعنا تاع حطينا ملح وحطينا فلفل اكحل. نحطوا هذايا التوش نتاعي باش نحطوا شويه قشور القرص. قشور القرص مش برشا خاطر قوي. شو عملوا تو ميما قشور القرص؟ نرحيهم نحكوهم دادوا على كل حاجه. شو يعملوا هما؟ يعطيهم مطعم اخر، مش نبدلوا باش تبداش سلطه فقوس العاديه اللي مسلسلين ناكلوها. نبدلوا شويه مادام رمضان لازمنا نتفنوا. لاخ سي دو لاخ سي دو لاخ. ونحطوا تريف سو على طرطوشة المغرفة جوست على اللوغو، ما تبدلناش قوية دات. ونحركوا هذا الكل، نحركوها بالكدا مدي توا. جبت دادو سلاطة، جبت لك الصحن نتاعي، الصحن نتاع نعملوها على كفقو. صبوها ونخلطوها هذه الكل مع بعضها. هوني ناخذك السلطه نتاعي دادو، ناخذ الخس نتاعي. بارك الله اليوم الخس كبير يشرب باش نقسمو الوحيدة على اثنين حتى على ثلاثة ونزينو بها. صحيتك دادو هي كبيرة، حطوها بيت شوية. هز هذيك دادو. ناخذ الصحين نتاعي هاي زينوه شو دادو كيف تو باش تعمل باش توسع بالك انت. ريت الفقوس دادو ولد القمره. ولد القمره صحيح. حيو هذوما من هون شو دادو ندوروهم هكاكا دايرين بك السلاطه هكاكا. هذه سلطتنا كملت، والمحمص نتاعنا قاعده تغلي على ريحتها، ونستناها حتى لين تطيب الدبابش وتهبط زبده. نرميو 100 غرام محمص، وفي الانتظار نتاع المحمص نتعداو للطبق الرئيسي نتاعنا اللي هو مدربل بالباذنجان. وتوا باش نتعداو للطبق الرئيسي نتاعنا اللي هو مدربل بالبتنجانة، واللي ميما توا باش تقولنا شنو لازمنا. ددو المدربل بالبتنجانة يحب لنا لحم بقري، يحب لنا ابوبخي 300 غرام تقريبا اللفاح ايبيسي سافور بالطبيعه، فلفل اكحل، فلفل شايع، شويه تابل، شويه كركم، كعيبتين طماطم مرحيين، مغيرفه طماطم جودة، ثوم، حمص، بصل، وزيتولينا اللي ما يغيبش علينا. نبداو مين توا دادو نبدا تحط لي نعطيك حاجة باش نطيبو فيها. هنا زيتنا باش نكيلوه، نطيبو بزيت القطانية أولينا خفيف خاطر هو المدربل باش يتقلي في الزيت. دونك نستحفظوا شويه زاد هو اولينا. عندنا زيت للتطيب وزيت للقلي، الزوز نطيب بهم اولينا. نخلطوا عليه شويه 300 غرام لحم، ما نحطوش برشا مادامني انا وياك دادو مش برشا بقري.
اللي يحب غلمي يسالش الزوز يتعملوا. خلطوا عليه ددو البصل. البصل نتاعنا. صبوا الكل ددو خاطر المدرب اللي يحب له البصل راه. قديش عملنا بصل ميمة؟ نص بصلة؟ بصلة بصلة ونص، لا مش نص بصلة. بصلة بصلة ونص. فوالا. توا باش نفوحوا ددو شوية ملح شوية فلفل، ما نحطوش برشا فلفل الأكحل، الملح. نحطوا شوية ملح. شوية تابل. كركم. نساش نحطوا كركم دادو نساش. شوية فلفل. نعملوا مغير فتين فلفل زين أكثر دادو باش تجي موزوز شوية. أيوا. صحيت. حطوا له شوية تابل. شوية تابل. خليوا هذا الكل. أكهو. شوية فلفل أكحل. فلفل أكحل شوية باش ما تكحالش. مرقبت المدربل لازم انت توك تاخذ بلاصتي. والله نمشي انا ولا نمشي نعمل شويه تلعب بالفيسبوك. صحيت خاطر غرمتني به ماذا بيا. قلت لك طيب انت العشاء وانا خليني نعمل. هات نكمل ميما نفوح لك المدربل شويه كركم باش تعطيك الصفوريه ذيك الباهيه كلهم ايبيسي سافور. ونعمل لك تصويره وانت تصنف في كوجينتي نحب. اي بالطبيعه في كوجينتك، مرة في كوجينت الجيران ميما. تشوتي شنو هي تشوتي دابا؟ تشوتي نسمعكم تقولوا تشوتي تشاتي ولا تشاتي هاك اللي يقولوا تشاتي ولا تباتي هذيك الغنايه كيما مومو هذيك اللي جوتكنا. مش تحكي لي علي يا مومو، ما تحكيليش علي، حبش نسمع بيه انا هذا مومو. ما ريتش حليلته ميمه. لا اسمه مومو ما نحبش. حطوا شويه ماء. تو تجيب لي ددو هكا الطماطم. نحطوا الحمص مادام نحطوا الحمص. نساوش الحمص. قداش حاطين حمص؟ حاطين 50 غرام حمص. 50 غرام حمص. لطشني. ايوه. ونخليو هذايا الكل. نحطوا لها طماطمها. الطماطم نحطوا جودة وزوز معاها. نحطوش الزوز، نحطوا شوية الملحية. وشوية. جودة. نحطوا شطير مغرفة. مش برشا. ونستعملوا الملحية. ايوه. مش هذيك. كعيبتين ولا ثلاثة طماطم رحيق هاكا هاو ما تجيش لا حمرا برشا لا زهرة برشا. اش تعمل دات؟ باش نعمل لك تصويرة ميمة. شنية التصويرة؟ هاي غزلي غزلي. بحثة شنو باش نصور؟ غزلي. ها شنو مهم؟ مع المدربل مع المدربل بوزي بوزي ميمة بوزي بوزي. كيفاش نتصور بحثة المدربل؟ ميزاليش يا ميمة بوزي. هاكا حطيتك اون تران دو بريباري. هذايا باش تخرجها على العالم. حطيتها في فيسبوك هذيك تو سي. شنو هي هذايا فيسبوك ولا شنو؟ يا بيبا فيسبوك الكونت اللي عملته لك. هذاك اسمه فيسبوك. اي مين نعرف عليها انا الحقيقه. قلت هذايا الشيء والله العظيم لا نعرف. انا نحبها. حاجه نحبها هذه نستعملها هذا فيسبوك ولا شنو كل ما طيب حاجه صورها لي وهبطها هذيك انستغرام هذا كيكا ميم. شنو انستغرام؟ شنو اللي قول انستغرام يا ميم هذايا باش تحط فيه تصاورك وتصاور اللي تعمله. لا لا تصاوري لا مش الكل انا حتى نشوف انا باهي توا هذيك شنو نزيدها؟ هذيك نحطوها توا نخليوها تغلي على ريحتها نغطيوها ونتعداو للبتنجاله نتاعنا باش نقليوها في زيت اولينا سبيسيال قليل. هاي دادو خرج لك القلايه نتاعنا الكبيره دادو هذيا وفينا منه نخليو كان زيت اللي باش نقليو به دادو. هذيا القلايه نتاعنا زيت ولينا سبيسيال قليل سبيسيال قليل نحطوه هو يبدا يسخن ونقصو ليه ليه اكل البتنجاله نتاعنا نحطو لها شويه ملح وشويه نقليوها. لا ملح برك استنست عاد شويه ملح شويه فلفل اكحل البتنجاله نتاعنا نحطو حط لك البلانش عايش بنتي. اي ودادو المدربل التوش الاخرانيه اللي لازمكش تنساها جمله هو الخل. كان تعمل مدربل بلاش خل راهو ماهوش مدربل. باهي لازم فيه اكل قروسية تاع الخل
في الاخر شو نحطه؟ في الاخر بالكل وقت اللي تطيب ونحطوا الفلفل نتاعها وطابت وطريقلت نعملوا عليها غير فخل. باهي نحضر اكل الفلفل نتاعي زاد اللي باش نحطه من الاخر. فوالا الزيت نتاعنا سايي، حضر لي صحاي ندد وحط لي فيه بابي ابسوربون عايش بنتي. هيا ميماش. باش نحطوا فيه الباذنجان. لوليتا 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 حيرني وين ليش عشقك ناش. توا هذيك باش نحط شويه ثوم للمدربل. فوالا هكا يغلي لاباس عليه، شو لونه محلاه. نحط له مغير فوق ونخليوه يمشي على رويحته. والفلفل نتاعنا باش نقليوه زاد مليح؟ لا هذاك باش نرميوه من الاخر بالكل مع مغرفتين خل. نقليوه تو المدربل نتاعنا. المدربل الصوص نتاعو قاعده تطيب، نستناو لكعيبات المدربل زاد هما اللي نقلو فيهم يتبشمطوا. البتنجان. البتنجان نخلطوها على كسوس، نرميو الجرينات الفلفل نتاعنا ومغرفتين خل، ونمشي نفسخك اللي انت هبطته الكل. هلي. ونتعداو لحلو سهريتنا اللي هي سلاد دو فري. وتوا باش نتعداو لحلو سهريتنا اللي هو سلاد دو فخوي. سلاد دو فخوي ما نستحقوش ميما باش تقولنا شنو اللي لازمنا. نجمو نعملوها بالغله اللي نحبوا عليها الكل. دونك احنا خدينا اناناس، خدينا برقدينه، كابتشين تفاح واحده حمراء واحده صفراء، كابتشين خوخ، ثلاثه كعبات كيوي، وكعب بنان. وقداش خذيت؟ 200 غرام فريز. 200 غرام فريز من غير فتين سكر وجو دورانج. وجو دورانج. فوالا. نبداو ميم. نمشي على روحي. لا لا هكا طومي. يظهر لي نمشي على روحي وخليك انت تكملها. ما نجمش ميم نقعد في الكوجينه من غير بيك. ريت كيفاش لازم باش تستحقني. ناخذوا شقايلتنا اللي باش نقصوا فيها. مد لك زوز كيكنات عاده باش نبداو انا وياك توا نلعبوا بالسكيكن. ونعمين جو يجوا انت منا دد وانا منا. نبداو بالتفاحات نحيط لهم قلبهم. دادو انا نقول لك حاجه. قول ترى سمحت. حاجه باش نقولها لك ما قلتها لكش. ان شاء الله خير. باش نفرحك بها توا حاجه هايله. ان شاء الله خير. هي حبت راهو تشري لك تابليت جديده. يا اخي انت تابليتك تشقت. قالت لي تابليت هات مهلوك. يا اخي انا قلت لها والله اللي باش تجيب لها بيه تابليت كي تجيب لها بيه كتبها تثقف روحها خير. وشوية خود كتب نتاع روسيتات جدد وتطيبات جدد خير لها من لا. قول ما خممش فيك هكا توا. لا قول. لا لا ما نقول. نحطوا شوية كجودو. قلبت لي مخي. قلبت لي كجودو رونج. نزيدوا شوية سكر. شو مغير بالمغرفة داتو. مغرفة سكر. ما نحبوهاش باش نجموا ناكلوا منها. هكا. مغرفة.
نزيد شويه هكا اهو غرفه اخرى هكا اهو نجمو نعملو لها شانتيي نجمو اما انا الحقيقه نحبها هكا حطيت السكر على خاطرك انت اما كان جيتنا ما نحطلهاش سكليان والبرقدين وكل قارس وكل شيء هذاك تقعد ما تكحالش فهم ددو خاطر البنان في ساعه ما يكحل كي تحطوا القارس ولا البرقدي يولي ما يكحل والتفاح زاد في ساعه ما يكحل دونك هذا سي جيب لي دادو تو كليكوب نتاعنا وباش نفرغوهم ونزينوهم هاي الماء هاي باش نخلي دادو تزين فك الصحيفات ولا كليكوب نتاعنا بالسلطة الغلة نتاعنا وانا نقول لكم شاهية طيبة وان شاء الله عشان اعجبكم وبسلامة.